النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا الأول نبتدي مع بعض بالأخبار اللي حصلت امبارح ولأبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود الدولة في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول. كمان امبارح كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأكد فيه رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المؤهلة، وتفاصيل أكتر هنشوفها في خلال التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول. وجه سيادته بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وده بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. امبارح في الاجتماع الأسبوعي للحكومة شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة على التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المؤهلة. وجه مدبولي الوزراء بموافاة اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات الحصول على الرخصة الذهبية بالمشروعات المؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وده في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة. امبارح برضه عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة بتولي اهتمام كبير ببرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، وده من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية لبرامج الدعم النقدي. امبارح وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار تراخيص المحال العامة والخاص بتحديد الأنشطة اللي بتتطلب موافقات أمنية. مجلس الوزراء استبعد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية، وأبقى على 35 نشاط بيستلزم الحصول على موافقة أمنية. هنروح مع حضراتكم في جولة سريعة في المحافظات. معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية، ومنها إنشاء ورفع كفاءة 61 منشأة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة في الشرقية، طرح كمان أرز بسعر 13.5 جنيه للكيلو بالمجمعات والسلاسل التجارية في بورسعيد، وانطلاق المسابقة الثقافية المؤهلة لمهرجان إبداع 11 في جامعة كفر الشيخ، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي أكد فيها الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه بلغ إجمالي المشروعات في قطاع الصحة 61 مشروع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في بورسعيد أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة طرح وتوفير وتوزيع 28 طن رز مصري فاخر بسعر 13.5 جنيه للكيلو معبأ طبقاً للمواصفات القياسية المصرية. في جامعة كفر الشيخ افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة معرض الفنون التشكيلية للطلاب، واللي بيستهدف تأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في موسمه 11 في المجالات العلمية والأدبية والفنية. في الدقهلية عقد المحافظ الدكتور أيمن مختار اجتماع بمسؤولي قطاع الكهرباء والإسكان والمنطقة الصناعية بجمصة، وتقرر خلال الاجتماع إطلاق التيار الكهربي للمغذيات الثمانية اللي تم تنفيذها بمحطة محولات جمصة الجديدة وربطها على المحطة للمساهمة في حل كافة مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة. في المنوفية قرر المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون صرف مبلغ 50,000 جنيه دعم مالي من المحافظة لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة شبين الكوم بهدف الارتقاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة إجراء 6 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.
في بني سويف أكد الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري إن إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها وصل ل 100,816 رأس في محافظة بني سويف، وده ضمن أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة. في مطروح أكد المحافظ اللواء خالد شعيب إنه تم دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة، معمل التريكوجراما، بمبلغ 250,000 جنيه للحفاظ على زراعات مطروح وسيوة. في جامعة الإسكندرية افتتح الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة بالجامعة معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات المهرجان الفني الرابع اللي بتنظمه اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية. في أسوان تم افتتاح فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة إيساف مصر 2023، واللي بيهدف لتعزيز ثقافة البحث والابتكار وفتح المجال أمام جميع المشاريع.